السابق لنادي الهلال نتكلم معاه عن مواجهه الاشقاء طبعا الاهلي والهلال السوداني بعد بكره. كابتن صلاح مساء الخير وسعداء ان احنا بنسمع صوتك. مساء الخير استاذ احمد سمير، ومساء الخير على الضيوف بالاستديو. اهلا وسهلا. اكثر سعاده اتشرف بالحديث لقناتك. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. خليني احاكي، يمكن كنت متولي مسؤوليه المدير الفني لنادي الهلال في المواجهه الاخيره اللي جمعت بين الفريقين. لازم اسالك عن رايك في مواجهة يوم الجمعة، الأهلي بيبدأ مشواره في بطولة دوري الأبطال أمام الهلال السوداني في ملعبه وبين جماهيره، في الوقت اللي الهلال يمكن ده يكون تاني لقاء ليه، لقاء طبعا هيكون ليه حسابات خاصة وخصوصا بعد خسارته لمباراته الأولى أمام ماماليدي سان داونز. إزاي شايف المواجهة وإزاي شايف فرص الفرقتين؟ والله فنقول بداية هي مباراة أشقاء في المنظور الاجتماعي، ومباراة في منظور التنافس، ومباراة ستقوم مواجهة شرسة جدا، عنصر التحدي موجود فيها بكثرة. الهلال يعني بعد غيبة طويلة جدا يعود لمعانقة جماهيره في استاده، يعني بعد أن سمح الكاف ب 15,000 متفرج للتواجد في المباراة، وده ممكن يشكل دفعة قوية جدا للهلال. فريق الهلال كسر مباراته الاولى من صن داونز وبمظهر كان طيب كثير جدا جدا، يعني واضح جدا في تطور كبير جدا في مستوى الهلال، ولكن يبقى الاهلي هو الاهلي، يعني فريق كبير، فريق محترم، صاحب خبرات كبيره جدا جدا في التعامل مع كل المباريات يعني في الداخل والخارج، وبالتالي نتوقع ان شاء الله ان المباراه تكون مباراه قويه وممتعه. على عكس الهلال اللي يمكن الموسم بتاعه ما ابتداش بشكل فعلي، الاهلي بدا الموسم بدري، لعب مباريات في الدوري المصري، لعب مباريات في كاس الرابطه، ولعب كمان في مشاركات قويه جدا في بطوله كاس العالم. هل تتوقع انه الفوارق من ناحيه المشاركه وبدايه الموسم يكون ليها تاثيرها على 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 سير المباراه وعلى نتيجه اللقاء؟ في تقطيع شديد في الصوت، لو سمحت اجيب السؤال مره ثانيه. طيب انا بسالك، بقول لك انه الهلال الموسم بتاعه فعليا ما ابتداش، الاهلي الموسم بتاعه بدا بدري وخاض عدد كبير جدا مباريات في مسابقات محليه وفي بطوله كاس العالم للانديه، هل تتوقع انه ده يكون ليه تاثير على المباراه ونتيجه اللقاء؟ لا اكيد اكيد هيكون له تاثير، ودي مشكله كبيره في كره القدم السودانيه، وبدا الاتحاد الان الاتحاد الجديد في انه يحاول يعني يعيد الدوري السوداني للمنظومه العالميه، بحيث انه ما تكون اي حتى الان لم يلعب اي مباراه تنافسيه على المستوى المحلي. تشكيله الهلال في المباراه دي يا كابتن صلاح، التشكيله المتوقع تلعب قدام النادي الاهلي تختلف كتير عن التشكيله اللي كنت حضرتك بتتولى مسؤوليتها واللي قابلت الاهلي في دوري الابطال؟ اكيد حصلت تغييرات، حصلت تغييرات كبيره جدا في فرقه الهلال على المستوى المحلي وعلى المستوى اللاعبين الاجانب. في متغيرات كثيره جدا في فرقه الهلال، ويكاد يكون يعني من التشكيله اللي قلتها انا يكاد يكون في لاعب او لاعبين على الاكثر يعني. مين الاقرب للتاهل عن المجموعه دي من وجهه نظرك؟ الاهلي والهلال والمريخ وسان داونز؟ اشوف يعني على الورق قبل ما تبدا المباريات المؤشرات كلها كانت تشير الاهلي وصن داونز باعتبار المستويات السابقه يعني، لكن في الواقع انا شاهدت صن داونز في مباراه امام الهلال، داونز جدا بسلبيه كبيره جدا، يعني انخفض مستواه كثير جدا، وكان يمكن للهلال ان يخرج على اقل تقدير بالتعادل. الهلال والمريخ مباريات طبعا انت عارفها كويس جدا، ديربي سوداني لا تستطيع انك تتهم بنتائجه. اداء المباراه اللي خاصه للمريخ خارج السودان ممكن ايضا يؤثر على الشكل بتاع المباراه. الاهلي الفريق الكبير، نقول كده على الورق انه الاهلي سياخذ البطاقه الاولى ويتنافس الباقون على البطاقة الأخرى. كل التوفيق لأشقاء في السودان، بشكرك شكرا جزيلا كابتن صلاح أدم طبعا المدير الفني السابق لنادي الهلال السوداني. أقفل البطولات الأفريقية بالكلام اللي قلته لحضراتكم قبل الفاصل.